باسم لجنة الأوبئة، كل التحية دكتور، أسعد الله المساء. مساء الخير لك ولجميع المستمعين. الله يحييك. يعني دكتور، الحديث اليوم يدور حول عودة الحظر وإغلاق بعض القطاعات التجارية والحيوية في حال العودة المربع الأصفر لا سمح الله بحسب المصفوفة. اليوم الحكومة بتراهن على وعي المواطن أنه يظل ملتزم، ما ننتقل من مربع إلى مربع بسبب يعني المخالطة وكسر قواعد التباعد الاجتماعي. شو المطلوب من المواطن بالدرجة الأولى حتى ندعم الجهود الحكومية؟ لا شك أنه مع عودة القطاعات الأسابيع وربما الأشهر الماضية والقطاعات المختلفة تقريبا معظمها عاد للعمل وللنشاط، فكان لابد من اتباع كل أساليب ووسائل الوقاية الشخصية وغير الشخصية والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات والاستمرار في عادة غسل اليدين بالماء والصابون بطريقة جيدة. لكن مع عودة القطاعات والانفتاح على القطاعات بطريقة معينة للأسف لم يوازي ذلك التزام من المواطنين والقائمين على هذه المؤسسات الرسمية والخاصة، لذلك يعني كان ذلك يعني غير كافي وبمستوى غير مقبول صحيح يعني. نعم. لذلك يعني كان هناك تخوف دائما انه نسبه الالتزام في الحد الادنى وفي مستوى غير مقبول، وبالتالي كان هناك تخوف من حدوث اصابات جديده وان يزداد عدد الاصابات. وبالفعل راينا بالايام القليله الماضيه انه عدد الاصابات زاد بطريقه يعني ملفته للنظر، ولو انه ان شاء الله يعني سيستطيع الاردن ان شاء الله وبجهود الجميع وفرق التقصي وما تقوم به من تتبع لكل المخالطين واجراء الفحوصات لهم، اجراء فحوصات عشوائيه ايضا، وكذلك نتمنى يعني من الجميع ايضا المواطنين والموظفين في دوائره والعمال اينما كانوا ومراجعي الدوائر الرسمية ضرورة الالتزام ببروتوكولات التي وضعت خصيصا قبل عودة النشاط لكل القطاعات. نعم دكتور، يعني يوم أمس أغلب الحالات اللي سجلت كانت لعاملين على الحدود ومخالطين لهم، بما أنه يعني خلينا نقول العاملين على الحدود هم بيتعاملوا مع أشخاص بالأساس جايين من دول يتفشى فيها الوباء، وهذول الأشخاص أصلا متوجهين للحجر المؤسسي، هل هناك بروتوكول متبع لحجر العاملين قبل عودتهم لأهاليهم؟ لا شك أول شيء يعني هناك بروتوكولات للتعامل، ولكن الموضوع ليس الحجر طبعا. نعم. التعامل مع القادمين من الخارج، وانت كما تفضلت يعني هم قادمين او هم قادمون من اماكن فيها انتشار واسع للوباء، وبالتالي القادمون من الخارج يعني يشكلوا خطورة، واولى هذه الخطورة يعني تكون في الحدود نفسها وعن تعاملهم مع الموظفين. فالموظف الموجود إذا ما أحسن التعامل مع هؤلاء القادمين واتبع البروتوكول وكل وسائل الوقاية يمكن للموظف والعامل على الحدود أن يكون في وضع سليم وآمن، لكن من الظاهر إنه الأمور ليست منضبطة على الحدود ولا يوجد يعني قدر كافي من اتباع وسائل الوقاية للعاملين على هذه الحدود، لذلك أصبحنا نرى أعداد لا يستهان فيها من العاملين على الحدود أو في الحدود إنهم يعني أصيبوا بسبب تعاملهم مع القادمين من الخارج ودون استعمال وسائل الوقاية الشخصية وغير ذلك. نعم دكتور، يعني العالم يحذر من موجة ثانية لفيروس كورونا، كان هناك توقعات أن تكون هاي الموجة بشهر 9 وكان هناك توقعات أن تكون بشهر 11، وهذا الحديث يعني بدأ منذ شهر 3 الماضي. هل عودة تسجيل الإصابات وتسجيل 14 حالة محلية يوم أمس، هل هي مؤشر على بدء موجة ثانية في المملكة؟ هل هناك تدابير صحية في حال بقية المملكة تسجل الحالات حتى موسم الشتاء؟
لا بالطبع، يعني ليست موجة ثانية ولا ينطبق عليها الموجة الثانية. حتى يكون هناك موجة ثانية لابد من انتهاء الموجة الأولى، والموجة الأولى هي تبدأ بصعود الحالات والزيادة العددية في الحالات حتى تصل الذروة، وبعد ذلك تبدأ عدد الحالات بالانخفاض تدريجيا حتى يكون قريبا من الصفر صفر لفترة معينة، وبعد ذلك نرى موجة جديدة يعني تكون قد بدأت من خلال تسجيل حالات من جديد وبشكل متصاعد. إذا ما نظرنا للكيرب العالمي أو المنحنى العالمي، نعم، نجد أن المنحنى العالمي ما زال في صعود، ولم تبدأ عدد أو لم يبدأ العدد كل الحالات. إذا ما زلنا في الموجة الأولى يعني دكتور. نعم بالنقص، لكن يعني لو أخذنا بعض الدول على سبيل المثال زي الصين، إذا ما افترضنا أنه وصلوا للذروة والحالات نزلت بطريقة معينة واختفت الحالات لفترة معينة، واليوم بلشنا نشوف أنه في حالات بلشت من جديد والكيرف أو المنحنى بدأ بالصعود من جديد، يمكن أن يقال في ذلك البلد أنه في موجة. لكن أنا بعتقد يعني الموجة حتى يكون هناك موجة جديدة يجب أن تنتهي عالمياً، وربما يتغير الفيروس تحدث له طفرات بحيث يصبح يعني مناعة الناس لهذا الفيروس بعد الطفرات تكون قد يعني أصبحت غير كافية، لأنه المادة الوراثية للفيروس بعد الطفرة تتغير، وبالتالي يصبح الناس معرضون من جديد للالتهابات، فنرى موجة ثانية. أعتقد أن الموضوع ليس موجة ثانية، هو امتداد للموجة الأولى، ولكن عندما تكون الظروف مهيئة لحدوث إصابات جديدة وعدوى جديد تبدأ ترى أن هناك عدد من الإصابات. لكن إذا بقينا محافظين على التعليمات ومنعنا الفيروس من أن يكون يعني أن يكون لديه مجال، لأن الفيروس هو يعيش عند الإنسان، إذا بقينا بدون حالات لفترة معينة يمكن المحافظة على الفيروس بدون حالات، لكن هذا أمر بالواقع صعب جدا، لأنه الحدود مفتوحة والعالم مفتوح على بعضه ولابد من وجود حالات. لذلك الالتزام بالوسائل الوقائية هو أصبح أمر مطلوب، وإن شاء الله يعني يمكن السيطرة على هذا الوضع الوبائي. نعم. من خلال عمل فرق التقصي والرصد الوبائي التي تقوم بتتبع جميع المخالطين وإجراء الفحوصات لهم بالسرعة الممكن لكي يتم تشخيص المصابين ووضعهم في الأماكن المخصصة. نعم دكتور، يعني إحنا الآن نقترب من فصل الشتاء وموسم الرشوحات والإنفلونزا، وإحنا بنعرف إنه فحص البي سي آر هو بالأساس فحص بعمل زراعة بشوف إذا في نمو فيروسي أساسا بالمخاط أو بالتجاويف الأنفية. يعني كيف بتشوفوا إنه ممكن يصير في مثلا زيادة بتسجيل عدد الحالات خلال الفترة المقبلة؟ ما هي الخطط لأجل إنه نتعامل مع موسم الرشوحات القادم؟ الواحد بكرة بصير يعطس بالشغل، يعني بصير يتوجه يفحص كورونا، هي مرحلة راح يضيع فيها الحابل بالنابل ما بين الكورونا والإنفلونزا الموسمية أو الرشوحات الموسمية. كيف البروتوكول الذي سيتبع في المرحلة القادمة؟ يعني لا شك أنه تزامن الكورونا فيروس مع الإنفلونزا الموسمية سيكون تحدي كبير للعاملين الصحيين وخاصة الأطباء. نعم. لأنه من المتعذر التفريق بين الحالتين من خلال الفحص السريري أو أخذ السيرة المرضية، ولابد من إجراء فحوصات لأي شخص يعاني من أعراض تنفسي، التهابات تنفس المجاري العليا، ولذلك يعني سيكون هناك صعوبة في تحديد أنه هاي الأعراض اللي بيشكو منها الشخص هي ناتجة عن إنفلونزا أو عن فيروس كورونا. يعني هو تعتبر تحدي، لابد من وضع بروتوكول كما تفضلت، وهذا البروتوكول ينص على أن يتم إجراء الفحوصات سواء الإنفلونزا الموسمية أو كورونا فيروس لأي مريض لديه هذه الأعراض، ولا سمح الله إذا ما كان هناك أثبت الفحص المخبري وجود نتيجة إيجابية
لابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة. إذا كان إنفلونزا يتم علاجه بالبيت، يمكن أن يعطى علاجات ضد الإنفلونزا وهي موجودة حاليا. إذا كان عبارة عن إيجابي لكورونا فيروس، فيمكن يعني التعامل معه من خلال وضعه في مناطق العزل في المستشفيات المعدة لهذه الغاية، وعلاجه حسب ما يتطلبه الأمر. نعم. إذن البروتوكول يجب أولا أن يقوم بالتعرف على هذه الحالة وهي الأعراض، فيما إذا كانت بسبب الإنفلونزا كورونا أو الإنفلونزا العادية، وحتى نحقق ذلك لابد من توفير عدد كبير من الفحوصات المخبرية سواء كان للإنفلونزا أو لكورونا، وأيضا لابد من توفير عدد أكبر من مضادات الفيروسات اللي كانت تعطى سابقا لبعض المرضى الإنفلونزا. اليوم يمكن يكون الحاجة أكثر لهي المضادات الفيروس. أيضا المطعوم الإنفلونزا هذا العام يجب أن يعطى أهمية وأن يتم تطعيم أكبر عدد من المواطنين الأردنيين. نعم دكتور، اليوم أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه تم تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم، وأنه تجاوز كل الاختبارات، حتى إحدى بناته تم تطعيمها باللقاح الجديد. ما هو تعليقك على هذا اللقاح؟ يعني يعتبر تطور جيد، وتطور إن شاء الله في مصلحة الوضع الصحي العالمي، و في مصلحة أن يكون هناك أمل في القضاء على هذا الفيروس من خلال أي لقاح فعال وآمن. كما تفضلت، السلطات الروسية أعلنت أن هذا اللقاح أصبح متوفرا وهو فعال وآمن، وهذا هو المهم. لكن نتمنى يعني أن يصل هذا اللقاح إلى كافة يعني الدول، وعند الدول الفقيرة كما هو الغنية، ولابد من توفير العدد الكافي وبأسرع وقت ممكن من هاي المطاعيم لأي بلد. وأعتقد أنها مسؤولية القائمين وفي أي دولة أن يوفر لمواطنيهم هذا اللقاح بأسرع وقت ممكن. و هل هناك اتصالات بين الأردن وروسيا لأجل استيراد هذا اللقاح للمملكة؟ يعني هاي مسؤولية وزارة الصحة. نعم. ووزارة الصحة حسب علمي لا تألو جهدا بهذا الموضوع. هي اتصلت بعدد كبير من الشركات اللي هي أصبحت في مراحل متقدمة من إنتاج هذا الفيروس، لكن يعني التقدم في هاي المباحثات هو متفاوت بين شركة إلى أخرى. وبالتالي يعني أعتقد أنه الحكومة الأردنية والمسؤولين في وزارة الصحة هم يعملوا جميعا ما بجهدهم من أجل توفير هذا اللقاح وبكميات كافية، وكما قلنا يمكن أن يكون طبعا بأسعار معقولة، وهذا أمر مهم لأنه سيكون هناك يعني صعوبة في توفير اللقاح إذا ما قامت الدول والحكومات بإجراء اتصالات وعملت كل ما في وسعها من أجل توفيره. لأنه عادة ومن تجارب السابقة للأسف كانت الدول الغنية تستأثر بالعدد الأكبر من اللقاحات على حساب الدول الأفقر وعلى حساب الدول الأقل قدرة على شرائه. نعم دكتور، إذا تفضل لو تسمح لي، منظمة الصحة العالمية يعني هي أعلنت منذ البداية بأنها ستقف بجانب الدول الفقيرة والدول العالم الثالث من أجل توفير هذه اللقاحات لهذه الدول كما هو للدول الغنية. نعم دكتور، يعني سؤال أخير إذا بتسمح لنا. اليوم الشارع الأردني بتحدث عن تراجع في الوضع الوبائي في الأردن، اليوم الشارع العام بتحدث عن قد يكون هناك قراءة لحظر يلوح في الأفق سواء كان شامل أو جزئي. اليوم دكتور نذير عبيدات الناطق باسم لجنة الأوبئة، هل ترى الوضع الوبائي في الأردن يتجه إلى
التراجع؟ هل نتجه إلى العودة في المربعات وفي ارتفاع مستوى الخطورة، أم هي حالات عرضية مرقت خلال اليومين الماضيين وسنتجاوزها بكل سلاسة وبكل يسر ونستمر في مصفوفة فتح القطاعات؟ يعني لا شك أنه الأمور في تطور، لكن هذا التطور أعتقد أنه لا يدعو قلق والتخوف من هذا الوضع الجديد. إذا كما قلنا الحالات معظمها هي مخالطين لحالات معروفة، وبالتالي يعني أن يصاب المخالط والإصابات أن تكون من المخالطين المعروفين للحالات اللي تم تسجيلها قبل عدة أيام، هذا أمر متوقع، وبالتالي كل المخالطين يتم فحصهم، وإذا ما كانوا اليوم بوزيتيف أو إيجابي ممكن يكونوا بعد أسبوع أو ممكن يكونوا بعد 14 يوم من تعرضهم للإصابة. لذلك ربما نشهد في الأيام القليلة القادمة، ربما أكثر من 7 أيام قادمة، بعض تسجيل حالات بأرقام مشابهة أو أقل أو أكثر، لكن هاي كما قلنا وإحنا تعودنا ورأينا في السابق بؤر كانت تسجل العشرات من الحالات من تمت العدوى وانتشرت من شخص واحد، لكن يعني العمل الذي تقوم فيه فرق التقصي والرصد والفحوصات التي كانت تعمل وخبرة هذه الفرق إن شاء الله قادرة على التعامل مع هذا الوضع الجديد. لذلك يعني إن شاء الله نكون متفائلين بأن الأردن قادر على السيطرة على هذا الوضع الوبائي من جديد، لكن لا تستطيع الدولة وحدها ولا المؤسسات الصحية والقرارات التي يمكن أن تتخذها الحكومة يعني أن تكون كافية ما لم يكون هناك تعاون من قبل المواطن جميعا ومن قبل يعني المحال والدوائر والمطاعم والمقاهي والشركات، لأنه أصبح هناك مسؤولية وطنية على الجميع يعني أن يقوم بمسؤولياته حتى نتمكن من معالجة هذا الوضع. نعم دكتور، يعني بناء على الوضع الوبائي حاليا والإصابات المسجلة في اليومين الماضيين، ما هي توصيات لجنة الأوبئة؟ لنختم بذلك. يعني هي لا توجد توصيات معينة من لجنة الأوبئة بالتعامل مع هذا الوضع إلا الالتزام بالبروتوكولات المعروفة، سواء فرق التقصي والرصد الوبائي وإجراء الفحوصات المخبرية وتتبع المخالطين بطريقة صحيحة، وكذلك يعني اللجنة طلبت أيضا ضرورة التشديد على اتباع وسائل الوقاية وارتداء الكمامات وتفعيل قرار الأمر الدفاع رقم 11 لما في مصلحة الجميع، وهاي الأمور هي يعني ما نعتقد أنها ضرورية في هذه المرحلة. الله يعطيكم ألف عافية، كل الشكر دكتور نذير عبيدات الناطق باسم لجنة الأوبئة. يعني نعلم ضيق وقتك، ومع ذلك يعني كنت معنا مباشرة على راديو هلا. شكرا جزيلا، حماكم الله وحمى الوطن، إن شاء الله يا رب وطننا وشعبنا ما بيشوف مكروه. مستمعينا احنا مستمرين معكم، خليكم معنا فاصل قصير وبنرجع بنكمل.